هو طبعا احنا في مصر الوضع مختلف شويه عن بره. بيبقى كل دكتور متسجل عملياته على موقع وزاره الصحه وعمل كام عمليه ونسب نجاح الجراحات. هنا في مصر بنعتمد اكتر على الورد اوف ماوث زي ما بنقول. يعني حد عمل عمليه, لا الدكتور ده كويس, ده بنروح له. دلوقتي برضو السوشيال ميديا بقى ليها دور. يعني ساعات بتخش على مواقع زي جوجل وزي الفيسبوك بتلاقي دكاتره مكتوب لهم ريفيوهات, بتروح العيادة بتتكلم مع الدكتور الراحة النفسية, بتلاقي مريض قاعد جنبه لسه عامل بتطمن طب الوضع. يعني هي في مصر ما فيش كرايتيريا معينة, لكن هي أكثر بتبقى السمعة والورد أوف ماوث هي أكثر حاجة في مصر يعني في اختيار. ودي حاجة صحية يعني أنا تبعها يعني أنا عادة أتنى. بتسأل ده عمل ده عم, طب ده أنا قريبي عمل مع الدكتور الفلاني, طب ده الدنيا كويسة, طب ده عمل عملية لابن عمتي ده. يعني عادة بتمشي في مصر كده. يعني ما عندناش هنا داتا عن الأطباء, يعني ما عندناش داتا علمية موثقة عن الدكتور ده عمل كام حالة ونسب نجاح عملياته ايه, مش موجود.